لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلى عرفات، إلى عرفات، إلى المكان الذي تسكب فيه الدمعات وتقال فيه العثرات، ويباهي رب الأرض والسماوات بمن وقفوا في ذلك المكان، يباهي بنا الملائكة سبحانه وتعالى في يوم عرفة، فيغفر ذنب هذا ويستر عيب هذا ويجبر كسر هذا ويروي ظمأ هذا ويسد جوع هذا ويقضي دين هذا. فربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: دخلت على سفيان الثوري وهو قد جثى على ركبتيه وعيناه تذرفان، فقال: من أسوأ الناس حالا يا سفيان في هذا اليوم؟ قال رحمه الله: الذي يظن أن الله لن يغفر له. في هذا اليوم يغفر الله تبارك وتعالى الذنوب كلها، أولها وآخرها، دقها وجلها، ما علمت منها وما لم تعلم. إلى عرفات سنمضي غدا، وشوق بقلب المحب بدا، فهذا مقام الدعاء الذي يجاب، فمدوا لرب اليدا، يجاب فمدوا لرب اليدا، يباهي بكم ربكم فاسعدوا، وينزل يسمع كل النداء، فهلوا دموع الأسى توبة وقولوا أتيناك يا ذا العلا، وقولوا أتيناك يا ذا العلا.